لحظات تحبس الأنفاس والجميع فيها ينتظر ويترقب ويتساءل، هل سينجو من الموت؟ هذا الشاب الذي أمامكم في الصور تعرض إلى صعقة كهربائية أوقفت دقات قلبه عن النبض للحظات. حاولوا مرارا إيقاظه بهدوء، إلا أن في داخلهم كان هناك شيء أشبه بالبركان، فلم يتبقى إجراء طبي عاجل أو خطوة طارئة أو وسيلة للنجاة إلا وقد اتبعها كادر المستشفى من أجل أن يعيد الروح إلى هذا الشاب. دقيقتان تلخص لنا الحكاية كاملة. علي في طوارئ مستشفى العزيزية كانت هذه الحالة في محافظة واصل. هنا تم استقبال المريض الذي كان في عداد الموتى للحظات لولا تدخل العناية الإلهية، ومن ثم جهد الكادر الطبي والتمريضي المتميز، فاستطاعوا إعادة أنفاسه وإنعاش قلبه المتوقف كليا بعد تعرضه للصعقة الكهربائية المميتة. اللقطات المتداولة لعملية الإنقاذ لاقت تفاعلا وصدى واسعا في السوشيال ميديا، وعدد من ردود الأفعال والتعليقات التي أثنت على الجهود التي بذلتها الذي بذلها الكادر التمريضي والطبي المتواجد في استقبال تلك الحالة. التعليق الأول مع نجم يقول: الممرضات يستحقن الاحترام، ما شاء الله، اتزان بالعمل وقدرة على المقاومة. المفروض هيك موظف كفوء يستحق التكريم من السيد الوزير، عافية عليهم كادر أبطال مستشفى العزيزية. نطالب بإنصاف الكوادر التمريضية ورفع التسكين. هناك أيضا تعليق من محبوبة تقول: الحلو بالكادر هادئين ويعملون بجد وتركيز، ربي يحفظهم والحمد لله رجعت الروح للشخص، رحمتك ربي. لكن ملاحظة صغيرة، الزي التمريضي وين؟ ترى ما عرفنا من الطبيب، من الممرض، من المرافق المريض، المفروض أكو فد زي يميزهم. هناك أيضا مداخلة وتعليق من هيثم الحمداني يقول: ما ذبحني غير هذا أبو البنفسجي، يعلج ولا تقول حالة حرجة. أيضا مداخلة من لؤلؤة أحمد تقول: من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. الشاب عمره 15 سنة، وصل للمستشفى الساعة 2 الظهر ولحد 4 ينعشوه،
الحمد لله حاليا صحته تمام. احلى شيء من يرجع النبض للمريض، يرجع النبض لمريض قلبه متوقف وتشوف دموع الفرح بوجه اهل المريض. كفوا من الاطباء، قمتم بواجبكم واكثر.